استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصغير هذا اليوم سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية وعددا من العاملين في الوزارة، وقد تشرف الجميع بالسلام على جلالة الملك المفدى. السلام عليكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. يتفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإلقاء كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السمو، الحضور الكريم، نرحب بالجميع أجمل ترحيب، ويسعدنا أن نلتقي بكم ضمن برنامج لقاءاتنا الدورية مع كوادرنا الوطنية التي نحرص من خلالها على متابعة أعمال مؤسسات الدولة، ونجد فيها الفرصة الطيبة للإعراب عن تقديرنا لجهود وعطاء القائمين عليها والعاملين فيها، وعن مدى اعتزازنا بقوى العمل والإنتاج في البلاد التي تنهض على سواعدها أركان تنميتنا الوطنية الشاملة. ونتوجه هنا بالشكر والتقدير للأخوة والأخوات بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، يتقدمهم سعادة الوزير جميل حميدان لما يقدمونه من جهود لافتة وحلول شاملة على مستوى سياسات وبرامج توفير فرص العمل الكريمة للمواطنين، وتنمية وتدريب وتأهيل الأيدي العاملة الوطنية، ما حقق إنجازاً وطنياً مشهوداً بالمحافظة على معدلات البطالة في حدودها المنخفضة والمقبولة، وكذلك على مستوى سياسات التنمية الاجتماعية لرفعة الأسرة البحرينية على اختلاف احتياجاتها، ومساعيهم المتواصلة لتقديم المساعدات والمعونات الاجتماعية لدعم دخل الأسر المحتاجة ومواكبة متطلبات سوق العمل من خلال الإشراف على تطبيق أنظمته وتلبية احتياجاته والارتقاء بأوضاع العاملين فيه والمحافظة على حقوقهم ومكاسبهم العمالية. كما نقدر للوزارة دعمها لقطاع العمل التطوعي والخيري ومساندتها لمؤسسات المجتمع المدني التي يمثل عملها الميداني والتنموي العريق
أساس استمرار جهود التطوير والتحديث، والتي استطاعت بدورها أن تحتضن طلائع البناء والإنتاج، وأن تزرع البذور الأولى للتنوع الثقافي والانفتاح الحضاري، لتكون بجدارة خير مساهم في تشكيل الحركة العمالية والنقابية التي مارست دورها النقابي بمهنية مسؤولة منذ أكثر من 70 عام، وساندها في ذلك التطور التشريعي المتدرج الذي جاء على الدوام لصالح عمال البحرين الكرام، الذين نعتز بكونهم جزء لا يتجزأ من مسيرة البناء الوطني. ونود بهذه المناسبة أن نشيد بتجربتنا الوطنية في مجال تحقيق الأهداف التنموية العالمية التي استطاعت البحرين من خلال سياساتها التنموية المتكاملة وبرامجها المدروسة أن ترتقي بالعديد من المؤشرات، ومن بين أهمها مؤشرات النمو الاقتصادي ونسب البحث عن العمل مقدرين لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مساعيها الحثيثة في تجويد خدمات الضمان والدعم الاجتماعي اللازم لتمكين الأسر ورفع مستوى انتاجيتها ومساندتها بحسب ظروفها المعيشية والحياتية. وستستمر مملكة البحرين في اتباع ذات النهج الذي تأسست عليه دعائم تنميتها الشاملة، والقائم على إتاحة الفرص المتكافئة والمراعية لاحتياجات كافة فئات المجتمع، وبما يحفظ لأسرتنا البحرينية حقها في العيش الكريم واللائق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما ألقى سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية كلمة جاء فيها: كلمة سعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظكم الله ورعاكم، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني في هذا المقام بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع منتسبي الوزارة أن أعبر عن بالغ سرورنا واعتزازنا بهذا اللقاء المبارك، شاكرين ومقدرين ما تولونه حفظكم الله من دعم واهتمام لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وما تقدمه من خدمات إنسانية واجتماعية وعمالية، حيث رسمتم لنا برؤيتكم الثاقبة وسماحة فكركم وحسكم الإنساني الرفيع طريقاً للعمل نحو الإنجاز على الصعيدين المحلي والدولي، فمهدتم الطريق لنا لكي نحظى بشرف العمل والمساهمة في تحقيق تطلعاتكم وأهدافكم السامية. وأود هنا أن أشيد بما هيأه لنا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه، بحنكته المشهودة من قرارات وتوجيهات داعمة لترجمة تطلعات جلالتكم إلى واقع ملموس. كما أشيد بما قام به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، من دعم وإرساء لرؤية مستقبلية متقدمة لجعل الاقتصاد قادراً على الاستمرار في توليد الوظائف للمواطنين على أسس قوية ومتطورة. سيدي صاحب الجلالة، لقد حققت مملكة البحرين في عهدكم الزاهر جملة من الإنجازات المشهودة في المجال العمالي والاجتماعي، فباتت بلدنا في مصاف الدول المتقدمة التي نجحت في تنفيذ استراتيجيتها الوطنية الشاملة الموجهة نحو بناء الإنسان وصيانة الأسرة والمجتمع. ولعل توجيهات جلالتكم الأخيرة والمستمرة للحفاظ على مكتسبات المواطنين بالتعاون والتوافق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومن خلال الاستمرار في تركيز برامج الدعم المالي نحو ذوي الدخل المحدود والمتوسط وضمان استفادتهم من جميع أوجه الدعم والمساعدات الاجتماعية المقررة لتحقيق المستوى المعيشي اللائق والحياة الكريمة للمواطنين، ستبقى لنا منهجاً ثابتاً للعمل والالتزام. فعلى صعيد الدعم المالي المباشر، استفادت أكثر من 15,000 أسرة بحرينية من مساعدات الضمان الاجتماعي الذي يكفل متطلبات الحياة الأساسية للأسر الأقل دخلاً، واستفادت أكثر من 118,000 أسرة من علاوة الدعم المالي، علاوة الغلاء التي يحصل عليها رب الأسرة الذي يقل دخله عن 1,000 دينار، واستفادت أكثر من 154,000 أسرة من التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم، بالإضافة إلى ما تقدمه جميع الجهات الأخرى من دعم ومعونات بأمر جلالتكم بميزانية إجمالية بلغت 382.5 مليون دينار بحريني خلال العام 2017. وعلى صعيد متصل، فقد استفاد أكثر من 11,000 شخص من ذوي الإعاقة، ذوي العزيمة، من الإعانات المالية الشهرية المباشرة بميزانية قدرها 18 مليون دينار. ولا يقتصر الدعم الحكومي في مملكة البحرين على الدعم المالي المباشر للمواطنين، بل أن هذا الدعم يأتي ضمن منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية تشمل أطر العمل والتمكين والتنمية الاجتماعية كافة. فقد نجحت مملكة البحرين في استيعاب الأفواج المتدفقة من الخريجين والداخلين الجدد إلى سوق العمل بشكل سنوي، وتمكنت من الحفاظ على استقرار معدلات البطالة في حدودها الآمنة والطبيعية عند 4%، وهي من أفضل المعدلات على المستوى الإقليمي والعالمي. وعملت على تنفيذ برامج ومبادرات ومعارض توظيف باتت مشهودة في كل مناطق وقرى البحرين، وتدريب الآلاف من المواطنين على اكتساب المهارات والقدرات والتطور والاستقرار الوظيفي وتحسين الأجور من خلال تعاون مثمر بين وزارة العمل والتمكين وبشراكة فاعلة مع نقابات العمال ومنظمات أصحاب العمل. كما حظيت المرأة البحرينية وبدعم من المجلس الأعلى للمرأة بفرص متكافئة للعمل والمشاركة، وتمكنت من أخذ موقعها الطبيعي والرائد في المجتمع وفي الاقتصاد، حتى أصبحت تشكل 39% من إجمالي القوى العاملة الوطنية وحوالي أكثر من نصف العاملين في الجهاز الحكومي. ويأتي نظام التأمين ضد التعطل يا صاحب الجلالة كمشروع رائد في المنطقة العربية وواحداً من أبرز منجزات عهدكم الزاهر الذي يحمي الكرامة الإنسانية ويوفر الحماية من العوز والفقر والحاجة عند البحث عن عمل أو عند فقدان العمل.
حيث استفادت منه أكثر من 70,000 أسرة منذ انطلاقته حتى الآن. وتقديراً لفئة كبار السن، فقد تم إنشاء 11 نادياً وداراً للرعاية النهارية في مختلف مناطق البحرين، ودارين للإقامة الدائمة للعناية بكبار السن. وفي إطار المشاريع الموجهة نحو تنمية الأسرة وجعلها أسراً منتجة وفاعلة بدعم ورعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، جاء تنفيذ برنامج خطوة للمشروعات المنزلية، ولدينا الآن بكل فخر 420 أسرة استطاعت أن تتأهل للعمل والإنتاج المنزلي المربح بعد أن كانت تعتمد على الإعانات والمساعدات الاجتماعية. سيدي صاحب الجلالة، إن إنجازاتكم وإنجازات مملكة البحرين لم تقتصر على المستوى المحلي فحسب، بل امتد صداها ليصل إلى المحافل الدولية. فالبحرين قد توجت إنجازاتها الدولية بانتخابها مؤخراً عضواً أصيلاً في مجلس إدارة منظمة العمل الدولية من بين 18 دولة على مستوى العالم، كما تم انتخابها نائباً لرئيس المؤتمر الدولي 15 لوزراء العمل في دول آسيا والباسيفيك، كما ترأست مجلس إدارة منظمة العمل العربية وترأست مجلس إدارة وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في وقت قريب سابق، واستحوذت المملكة على مراكز متقدمة في الاستقصاءات والتقارير التي أجرتها منظمات وهيئات دولية، حيث اعتبرت البحرين الوجهة المفضلة الأولى على المستوى العالمي للعمالة الأجنبية، كما اعتبرت من أسرع دول العالم في نمو مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، وحازت على المرتبة الثانية على المستوى العربي في انخفاض معدلات البطالة، وغيرها الكثير من الإشادات الدولية خاصة في مجال تحقيق المساواة وإرساء مبدأ التعايش السلمي وعدم التمييز في العمل. إننا على ثقة بقدرة مملكة البحرين بقيادة جلالتكم حفظكم الله على تقديم المزيد من المكتسبات للمواطنين وتحقيق أفضل الإنجازات بتوفيق من الله تعالى. وفي الختام، أود أن أؤكد على أن لقاء جلالتكم اليوم وسام شرف على صدورنا، يمنحنا مزيدا من العزم والإصرار على المضي قدما في العمل والتطوير، مثمنين لجلالتكم ما عهدناه من رعاية سامية وتوجيه ودعم، فلكم يا صاحب الجلالة عظيم الشكر والعرفان، سائلين ومتضرعين إلى المولى أن يحفظكم ويحفظ مملكة البحرين ويسدد على طريق الخير خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد قدمت لجلالة الملك المفدى هدايا من منتجات الأسر المنتجة. هذا وقد أقام صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله مأدبة غداء تكريما لمنتسبي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.